عموما اللقطة الثانية هي يعني نفس ما قال بطلاء صراحة، هي لقطة ركلة الجزاء اللي مع الكرامة. كنت متوقع بس بطلال، انا اذكر ما ادري منه والله، يمكن عزيز حماده قال ان المفروض مو بطلال اللي مو انا شفت البلنتي بالقادسيه الوقت هذا، بس انت اخذته يقولون كان بدر اللي فاخذها بدر، جيت قلت له خلها انا شفت عنك. سبحان الله كانها مكتوبه لي اني اضيعها، وفعلا ضيعتها. يعني هذول اسوء لقطتين عندي اني طلعت ذكرتهم سيئه. طبعا اللاعب لازم يمر في مراحل، لازم يعتزل، تحط تقنيه، تحط مناسبه، قاعد تحط حزن. لا النبي يعني ابو عبد الله، واللي ما اللي يخاف انه يغلط ترى ما يتعلم ولا يتطور. صح صح. اذا يعني ما تتخذ قرار او ما تكون جريء او ما تكون عندك ثقه بنفسك، عمرك ما راح تصير زين ولا راح تتطور، راح تتم كذي على نفس مستواك. لكن لازم في اوقات تتخذ انت قرار من نفسك، انت تبادر. زين بدر كان متقبل ان تاخذ، يعني هي ترى الظروف المباراه صعبه، ترى كانت 1-0 وكنا قاعد نضيع فرص ولازم نسجل هدف عشان نسجل هدف ثاني. فبدر بعد صغير يعني نفسي، كنا وقتها يعني مو كبار بالعمر، فبدر هم بعد كان خايف يعني جت انه خلاص افتكيت بدر على طول قال لك خلاص. اي كلنا صغار اصلا، يعني كلنا صغار، يعني حتى انا بعد خايف، يعني كلنا اكيد ان اثنيننا خايفين نفس المباراه قبل نهايه ابطال اسيا هذه. وين الحين فريق الكويت يوصل قبل نهايه ابطال اسيا؟ يقول قاطع براسك بدر. لا انا خذيتها منه، بس اقول لك يعني انه جت منك. زين عموما تبقى حق بطلال اكيد ما في شك، في مواقف وفي لقطات وفي لحظات لا تنسى، وفي مواقف لها ذكريات بالتاكيد جميله مع بطلال. زين عنده شغلات حلوه وايد حطها. كان خلي هذول حق الحلقات بعدين، اذا في حلقات بعدين خلي هذول. زين اجمل لقطه انت قلت هذول اسوء لقطتين. كاس الخليج طبعا. فوز بكاس الخليج اللي في اليمن، كاس الخليج باليمن اكيد. ردينا الكويت في الاستاد جابر فل، وايام ايام حلوه حلوه كلها حلوه. طبعا اللي جربوا فوز بكاس خليج يعرفون. صحيح طبعا. صحيح 60,000 متفرج صح كان موجود فل.